هاي شوفوا شباب ايش قد حلوه ما شاء الله. هذا الطعم شباب على الخرس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شباب صابوا السمكة تعالوا نشوف ايش صابوا. تعالوا ايش يا محمود هون تسوي لنا اكل اخوي؟ ايش مسألة اليوم بيض ما بيض اشوف؟ يا اخوي بعش نعمل؟ والله تعملنا اكلات عجيبة غريبة اليوم، ايش الاكل اليوم ابو محمود؟ والله انت على مزاجك اليوم. اليوم اكلة على ذوقي شباب. اللحمة ببيض. شباب الاغراض جاهزين، تعالوا نحمل الاغراض. اليوم مبكرين اليوم ابو محمود على غير العادي ها؟ هاي هوني. شباب تنصفصف الاغراض وتعالوا معنا. كيف هاي؟ تنروح نتسوق ها؟ كيف هي؟ ابو محمود انت سيد المعلمين انت ابو محمود. هلا تنصفن شباب تنصف الاغراض تنروح نتسوق هلا وتننطلق على الصيد رحله تخييم لليلتين ان شاء الله. شباب اغراضنا صاروا تمام شفت عندكم سياره فول تعالوا هلا تنتسوق وننطلق لتشوف. دعينا حجي دعينا دعينا عمي الحجي دعينا نصيد حوت عمي الحاج. الله يوفقكم. احلى عمي الحاج ان شاء الله وجبه لا تنسى الحجي يا ابو محمود. والله يكون امسك والله تجيب له. حجي تدعي لنا تنصيد تنعبي شوالي اليوم. صيدوا 200 كيلو. هاي ما بدنا 200 كيلو بدنا شيء 30 40 كيلو. هاي الحجي كرم صوم الكرم كيلو 200 كيلو غلطته 200 كيلو ايش نخلع 30 كيلو. هاي الشباب الحجي كمان دعا لنا باذن الله مو بتاع فاضيين اليوم. خير خاطرك عمي الحاج. السلام عليكم. هاي ابو محمود الملك تمشي ابو محمود. هذا ابو محمود شباب تنقي لنا رمان طيب. ايش قد صار كيلو رمان ابو محمود؟ ما صار ب 50. شباب رخص الرمان اللي يقول فيه غلا لا تصدقوه. ثلاثة يكفي والله كبارنا كفي كفي 65 ورقة كيلو ب 65 شباب صار غلا بقى الله عم نمزح هاك على اسعار ما في غير الرمان رخيص شباب. هاي تنقلنا كم منقاية كمان ابو محمود تناخذ شوية اغراض من جوا شباب ونشد. كيلو ب 2 دولار شباب 65 اسعار اوروبية والمعاش افريقي شباب خلوها على الله. هاي اربعة هاي اربعة يكفي يلا. اوقاتكم اصدقائنا الغالي رحلة صيد جديدة على نهر دجلة انا وعمنا الغالي عمي محمود. ضلنا 5 كيلومتر رح نوصل عند المي رحلة تخييم ليلتين اليوم ان شاء الله اخواني. الدنيا برد رحلة شتوية من الرحلة الماضية مثل ما شفتم بلشت الشتوية عندنا اصدقائي طالعين نصيد اسماك صازان والجري. اتمنى تستمتعوا معنا بالرحلة تحياتنا لكم غوالي. لنقص كده يا ابو محمود. السلام عليكم. والله رايحين على نهر دجلة لنصيد سمك زازان وجري عم نول كان نمسك كتير السنة ما جينا غير مرة مرتين ما توفقنا بلكي ان شاء الله هالمرة الله يوفقنا والمي نازل كمان وان شاء الله تستمتعوا معنا برحلة طيبة ان شاء الله. السنة الماضية ما كان نعبي الشوالات والله كان نعبي كل جرية 8 كيلوات 10 كيلوات السنة ما مسكنا شيء ابدا. يلا اليوم تنجرب حظنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تعالوا معنا شباب وصلنا لعند المي. شباب الله اكبر الله اكبر شباب وصلنا عند المكان شفت عين كان لا لا الشباب سوريين طلعنا نعرفهم المكان مليان عالم شباب شوفوا بقى الله العالم مين ما توصل. طبعا هاي مو زبالة الاخوة الموجودين عم بيصيدوا اخواني مبينة قديمة شوي شوفوا الزبالة بكل مكان اقسم بالله المي جديد نزل ها كان هنا هونيك لا هونيك كان كله مي شباب شوفوا نزل المي صيادين عم يجوا يصيدوا ها شوفوا زبالة مالية المكان الشباب هون ما في محل تنقعد والله شباب
عم تسمعوا الصوت هون في خان اخواني تبع حيوانات عرفتن علي عم يكبوا وسخ تبع حيوانات هنيك فبشان هيك هون يصير اسماك كبيرة اخواني المكان عم بيطعم شباب شوفوا السمك نعم طلعوا طلعوا مليان سمك نعم بالكاميرا بالعدسة الواسعة بلكي ما يبينوا واتشاتينا بصديقنا القديم من السنة الماضية تعرفنا عليه وهون اصدقائي السلام عليكم وعليكم السلام حوال بيشتري متين هابي بركات عمر شواني تبعشي هابي ويتربي تبع بابي جي تيخدم خشيخ عمي تبك فنمان شباب خالنا تشاتين صديقنا تعرفنا عليه وقي هون السنة الماضية اليوم جينا كمان تزودة هاتي خالي متين قدام هنو والله بيقام ساعتك يا مبري نفسنا ام ريالي بون او شن حبي جوي شسا سيحة دعرة بها تبون ما شاء الله جور حتى افر قلت نا قو جو عمير قو بكي صدحة بطا ام شونا ما تشتاق نكر و بشتي قو شوهم جهات نبر ياب خير ياب خير نفسنا خالي نبر مرد هي بكشينا بشي اوكي بطا اعط شكت بطي ده تنابي ازوي نابي ملاو نايه دور ده هوا خود دوشي قو تي قرائد بي اما محمود چیکا پوشگل چیکا ماسکا چیکا کا جیرا بیزه مجیرا گوبر یان مجیرا نه گوتیه او نه یخ خو گراند کا حیرا والله الله والله مجیرا گو وینه هات شباب هاي خالو چتین مسک جریه فرخ شوف فرخ هاي شوفوا شباب اش خط حلوه ما شاء الله هذا لحمه ما في ذره دهن شباب دهن قليل لحمه كثير طيب هاي اخذ خالو شاتين تعالوا افرجيك الاسماك الميته شباب هون مليان صازان احجام كبيره كمان في سمك ميت راح افرجيك هو تفرجوا شباب هذا صازان فيه شغله كيلو تقريبا هنيك وحل ما راح ادخل هنيك اخواني ما راح اسوي بوطي وحل شوفوا هذا صازان اكبر لسه فوق الكيلو هذا صازان كذلك الامر هون 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 واحد هون واحد هذول القديمين اخواني شوف 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 تعينك المي نزلت قبل فترة السبب ما حدا يعرف كل واحد يحكي لك حكي شي شكل اخواني عم ابو محمود ضاع شوف تعينك ما في محل تنكب في محل هنيك في محلات بس مو طيبين احنا زاويتنا جينا تنقعد هون بصراحة بيني وبينك فالشباب المغرب راح يروحوا شباب راح نقعد محلا عم ابو محمود راح تجيب حطب تنشوي الفشة انا عم بمسك سمك ناعم هلا اخواني بدي اقعد هلا اضبط الابر ما ابر كمان اجهز لي كم سيستم خلي يكونوا جاهزين للمسا وراح نفتح الخيمة هلا اخواني على ضو نضبط مكان بعدين بس الشباب يروحوا تنكب السنارات هذا هو هاي هي الزاوية تبعنا شباب شوف تعينك شباب والله في حركة هون بس قاعد شباب هونيك طالع وصازان شباب نحن بلكي نقعد هونيك نقطتنا هون شباب بطا ايوه هاتنا سرهف خيطانا نجوا على بعض شباب وخالو تشاتين رح يسحبها شباب اما محمود قاعد عم تيشوي الفشة وهاتي سرفي طايا نجي ولا ولا تومبيك يعني بتومبيك شو كسر ويا اسرائيل سازاني راح يمشي بعد ما سيادر هاي اسرائيل سازاني شباب شوفوا شلون عقدت الخيطان كلها فارا فيها ولا يا هربت كويس هربت قبل ما نحن كروب بردا سازان شيء تومبيك يبغاس كي بلو قولوا كمزي كمزي شار حب سر هبي والله شباب إذا يسحبوا صازان كبير هون بدنا خطاف أخواني بلا خطاف تسحبوا سمك الكبير هون صعب شوي تعب أخواني بدنا نشوي الفشة هلا شباب هذا عبد محمود جاب من أين جبت الحطب له والله رحت بعيد إيه ما جبته مو شباب هذا المكان ما في حطب مشان هيك جبت معي فحم من البيت لا إذا شوينا سمك حسبت هالحساب هالفشة تبعنا شباب بدنا نشويها يكفي حطب محمود لا تكتر على قد سبي خلي بلكي الحطب يلزمنا الثاني يا اخي مو يكفي يا اخي والله مو يكفي يعني على قد حط له الشباب بدنا نخلي شوي حطب زي بلكي يلزمنا بالليل نتدفى اذا صار برد عرفت علي معنا صوبتنا على الغاز كمان معنا بس بلكي يلزم ما تعرفوا الشباب الفشه بدنا نشويها عبد محمود الفشة اليوم بالليل انا ساعة مثل المرة الماضية لا تنحطها على السيارة يا معبى كلاب يا هنا في راعين غنم في كلاب المرة الماضية اكلوا الفشة هون بلا فشة ما يصير الصيد ابو محمود
صح حرقها ابو محمود من هلا يا اخي. ايش نسيت؟ ما احترقت ايدينا زي ما اي لا كانت تحطها على النار يا ابو محمود. خلي يصير فحم يا اخي. جمر ما يصير يا اخي والله العظيم. اكوا جمر اكوا والله. نحرقها من برا ومن جوا تضل نية شباب. لا تصير ان شاء الله. يلا ما شويناها كلها شباب. اكوا معنا بالكيسه كمان. هاي بس للبدايه كبدايه منيح. شباب شفنا عم تصير على نار هاديه وقت ما تصير. شوف انت هاي الفيشه بدنا نحط سمك ناعم. بدنا نحط كسبه شباب. على الكسبه كمان معنا ذره ومعنا خرز ومعنا كرات بولي. هاي الطعم رح نستخدمها اليوم. احلى شويه ان شاء الله. ايه شباب ما شويناها كلها. شوفوا هالفشه هون. هالشباب عملوا تشزمز. عم نضرب تشزمز مع الشباب هلا. الشباب مو غريبين اخواني. شابين سوريين من عندنا وخالو شتين كمان. شباب كثير اكابر نعرفهم من السنه الماضيه من سنتين تقريبا. لما نمل طرشق الاتراكي يسموا تشزمز منامان شباب. نحن نسميه كشكاش فيرا منامان. ايوه والله الشباب ابو محمود عم بيقطع الفشه. شباب هون في زاويه فاضيه بلكي نكب لنا ثلاث كلالي ثلاث سنارات هون هلا. وفي ورا الشباب زي زاويه فاضيه تنكب لنا كم سنارتين ثلاثه. ايه باجناز مقال شباب عملوا تشزمز. الاكله المميزه لمحبي الصيد والتخييم شباب مع بصل. اصولها مع بصل التشزمز. هذا عبد محمود الملك. دور دور هذه مبابره هذه. شباب الشمس صارت مغرب تقريبا. هلا بده يبلش البرد. بده يبلش الشتاء. فصل الشتاء راح يبلش بعد شوي شباب. حاولوا شباب حاولوا. انا كبره فجوه خشكه. جيم خشكه. كبره فجوه هوتخوي. لا خلاص امي. لا خلاص اضبطها خشكه. لا لا. امي هوتخوي. امي بري وليده. انت تشليده. من عندك دخون يا ابو بريمه افجاره شرايين افجاره شرايين تن امال غيره وما حسيت حلاوه ما خلاص لولو والله خلاص كده دمس تحيين 6 مليون واش انا وقتك ايش خلاص كرب مش ما خلاص تن لا لو لا بوكا كوني ما يوم ابا هي ولا بوكا كوني ما لا اخويا يا وطنك فاجا اني بنا اخويا حتى قول قديم شو دعات ما تشاي بوجهك يا شقا وردك ابي رشهنه او قرابة طاغن كسلي راينا برديوا نعطي سنتين قراغي طينا بامل شباب شوفوا لي هالمنظر الحضاري. شوفوا لي هالمناظر الحلوه. بربكن هذا منظر له طلع يعني هلا يعني ما بعرف ايش نقول له. ما عن محل بالسياره يجيبون شباب بس ما عن محل بالسياره يرجعون يكبون بالزباله. شوفوا مكسرين. حيوان يمرق يمشي من هون يداس علي. انسان صيادين يجوا لهون. عرفتن علي. حوالينا اراضي زراعيه بكره بالصيف يتسببوا بشعال بعض الحراق اخواني. هجام هذول. شوف طلع تفرجوا على منظر. مليان زباله المكان اخواني. اي ما صار شهر شهرين نزل المي. ها شوفوا عبوا المكان هون هيك كله زباله. هذا احد المناظر. على تقعدوا مع هذول اللي يشربوا كمان راح يقعدوا يحكوا الدوله والبلديه ما في خدمات ما في ما بعرف شو وما يحكوا على حال. شوفوا اخواني شباب هاي مسكنا سمك ناعم. شفت هيك الشباب. هاي السمكه المفضله للسمك الجري. مره كبيت على المي من هالسمك شينو كيقولوا له هون اخواني. شلون وصلت على المي ما في ربع ساعه سحب جريه عليها. نوعيه هالسمك تشتغل اكثر من هاي اخواني. هلا راح نحط سمك. الشباب راح يحطوا طعم سمك اخواني. راح يبعتوها بالبلم مسافه 130 او 150 متر. تعالوا نشوف ايش يصير معنا شباب. هاي خالو متين تيحط السمك تيربطها بهذا الخيط النايلون. شوف شباب شلون تيركبه. شيء مرتب. رح يربط خيط رفيع كمان عليها مثل النايلون شباب عشان تمسك منيح.
سبق نبكى. استعمال هذا البلم يجب استعمال الدرون تقريبا اخواني على جهاز التحكم. فاب ما سيدو غالا بقريا ليه نصانا مخودي من الدشنة دورجي. شوف اخواني بعد ما لف الخيط بدو يعقدو عقده قطعه. هذا الطعم. هلا بدو يحط السمكة الثانية كمان اخواني نفس الطريقة بدهم يبعتوها بالبلو. سمكة سمكتين رصاصة 75 راح يبعتوها هلا السنارة ان شاء الله ما ترجع فاضي. فاضي ما ربري. تي باجانا ابيالي بكغوري بنيفري بشغل نوري فري هم بخي 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 لسا ولو شي نبوي برا سيفتلي كيف سريع فتلي نوري براتي حقا فتلي بجاتي مرة بجاتي هايدي وغرلا روز بالا بنقر ما وره هور قراص لباجنا هور عبيال با بيدا أبلا الشباب بطعم استخدم شرشالة بسكيها بيالي بلا ساغي من كم متر بشينه شتينا به؟ والله أبد سادو بينجيم سب جاب سب سب ها. شو عريض جاغلك نفسه؟ أري يبخسنا يه لينجسست شيء. المطرح راح يبعدوها شغلة 130 متر شباب ذاتا المي كتير نزلت 130 ممتاز راح يوصل لعند الجبل تلي إلا شوي. شباب قبل ما تعتم الدنيا بدنا نفتح الخيمة يلا 5 دقائق خلي مكاننا يكون جاهز بس ما يصير برد إمت ما عجزنا من الصيد إخواني بشان فورا نهرب على الخيمة. دهارية دهارية قصاد وسمك الشباب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سازان 30 كيلو مكشاب. شباب صادوا سمكتين مع بعض. لا لو الثاني ما صادوا الثانية فاضية طلعت رقدنا فزعة. هاي السمكة طلعت مو والله أحجام مو كبيرة بس هاي حطها هون تركوها دي تعاوة نكمل فتح الخيمة. أما إذا ما صار شيء تنام نومة طيبة له هاي هي والله لازم كل جري هون يضرب وزنه 10 كيلوات ابو محمود له ايش تقول؟ يلا نقول ان شاء الله عرقنا يا والله العظيم بنهار دنيا صيف ابو محمود يا جماعه بالليل جو فصول 4 بالليل دنيا بوس نهار دنيا ناس واه
يلا هاي سحبوا سمكة شباب. ها ياو السمكة الكبيرة شباب، من صوت النقر يبين مع الواحد. هاي كبيرة؟ لا روح صوروا روح. فلتي ها بهل 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 تيدي يا ماسي بهل دين عردي. يلا منيك في تعليق يا في تعليق علقت يا بنر السمكة بلكي راحت قبست حالها بشي محل يا ابو سحابان بطيئوي. ايه هو ما صوت الجرس ما راح له محمود هو الشيء. باشا تريك تري و قلت بيا خكر با تي قطان دبا يس بهل جاري قولو بترشي بو دبجي بقر تناسكر انا نال دبي بيعلقي لا ها بنار شكو علقي يا ابو محمود شو لا علقت الابره بالظهر شباب مو بالتم. شباب السهرة صباحية هون اليوم عم ابو محمود رح بزور اقنعتوه رح يستخدم سيستم جديد اليوم. هاي المعدات اخواني رح نستخدمها برحلة اليوم طعم كسبة. كسبة عندي نوع تاني اخواني ما طالعنا غير الشغلات معدات الصيد فقط اخواني، اغراضنا الباقية كلها بالسيارة. هلا بعد شوي هون رح يصير رطوبة كتير اخواني، كل شيء اغراض برا رح تتنقع وتصير مي. هدول السيستمات رح نستخدمها نستخدمهن اخواني. ثلاث سنارات هون، أربع سنارات هون شباب. هدول كلاليب الأنتيكا بكرات بلكي نستخدمها. بعد شوي كتير أخوة سألوني عن هدول البكرات إخواني شلون نعملن، بعد شوي رح أفرجيكن ياهن عن قرب. الأخوة الحابين يعملوا مثلن إخواني هدول بتركيا ما في منن إخواني، من سوريا من مدينة القامشلي عم نوصين توصايا عم بيجونا. عرفتن علي؟ تقدروا تعملون على إيدكن كمان اللي بدو لطعوم. عدنا هيك درة هيك شي، عندنا خرس. هدول لسه في طعوم كمان جوا ما طلعت كل الاغراض لسه اخواني، راح فرجيكم الطعوم قبل ما نكب كمان. هاي هي كل المعدات سمينا بالله، تعالوا معي. ايش سويت ابو محمود؟ شدينا الشوكات. والله ابو محمود اليوم على اتم الاستعداد شباب، معدات ومزبط اموره على 24. قاعدة هون كتير حلوة شباب. السنة الماضية أنا ومحمود خيمنا هون بلكي 50 مرة. شباب سبع سناراتنا صاروا جاهزين. هل طعوم شوفت عينكن؟ خمسة كسبة واثنين بدنا نحط فشة إخواني، بالكلاليب بدنا نكب أربع كلاليب كمان معن. هذا الطعم الأول شوفوا، هذا للجري إخواني مع الفواشة رح استعمله. عندكن هون في كسبة وش اسمه ذرة سيليكون، عندكن هون كسبة مع خرز اخواني، هون كسبة مع بولي. شكلنا بالطعوم شوفت عينكن، هاي السنارات والطعوم. رح اكب كم كلاب كمان، رح نحط درة كمان معنا اخواني وكسبة وفشة رح نحط على الكلالي. تعالوا معنا هلا تنكب السنارات. حياكن شباب، صارت عشاء ولا تأخرنا كثير، غيرنا مكاننا اخواني. محل فتحت السنارات جيراننا شاتين عبل سحب سمكتين مع بعض اخواني، كل واحدة شغلت 4 كيلوات تقريبا. فقال لي عمر روح كبها مكان اللي سحبتون، فجبت 4 سنارات يا اخواني. هلا سمينا بالله بدنا نكبن محل الشاتين عبل سحب السمك. سمينا بالله يا رب. هون اغمق من محلنا شوي. إذا الزنقل يقع بالمي من أي تاخي تيلعوها؟ تتنزل تسبح له؟ وضو مو نقدر نتوضع. طب محمود هاكل هم الوضو صار له 7 ساعات. بسم الله
زبده حلوه. شباب ايام الشتاء بالليل المي تصير دافيه فما في داعي واحد يكب بعيد كثير، سواء كان للجري ولا للصازان كمان سمك على القريب يقرب على القراغ يعني. فشوف تنكر ما عم نكب وسط يعني لا بعيد ولا قريب. قربناهن كثير على الشيء ما قلتوا لك يعرف ليش هون الارض يبسه ورا وحلوه وحل ما يدخل السيخ السيخ يطلع فورا. شباب كبيت اربع سنارات محل الشباب، هلا نروح هنيك بدنا نكب كلاليب وسنارات كمان للجري وللصازان. هون الجري ما كبينا صراحه اخواني، هون المحل محل صازان اكثر شيء لانه دتعوا هلا معي اخواني بدنا نكب الكلاليب والسنارات الثانيه. هو بيرو بير شربو دكشان يكي في الله بمرابو تيرا خوكشان قال لك يكشان قلت نافروشي فروراغ نانا قلت ما تيخو نافروشي قلت بلي نظام شقاتي جيب قشته وهرجي بر طعم طيقات نام جدود البر يك جوان نلاقيا ايتا تانا هاد تنالا حقيني شانس والله قوت الصد حبيبي. قد إيه بولي تغمش بونجقة تغمش كنا جورا راسي فيج. إيه ماجي بونجقة تغمش كنا بونجقة تغمش نقم ناقرين أشترى كسن فيج. وما دانينة. شباب جينا عند جيراننا شاي جاهز والحطب جاهز. أبو محمود برد له. لا والله. أبي صندروم شيء. تجمرت بيج. أشترى. تو. خالو گو عبی زعب شانسلی هر پازده ده غماسی کی دکشید وره تیجی وره برایم وره نسکره وره شباب جیران الخال که من طلع حظ و اخرب من حظی و حظ خالو محمود یقول یا سمک ما ستو خشی طیب محمود كمشنا خمس جريات وخمس زازانات بس بلاروس ايه طلع في برودة هاي يطلع دخان تمنا يقول في برودة دنيا بوزية لا يقول في برودة في رطوبة زي ابو محمود اي متى ننام نطلع ال 12 12 ونص وحدة مو ندخل ننام هلا هاي لسه على جديد بلشنا والله شباب بدي اجرب احط سمك انا حكينا مع شاب صاحبنا قبل شوي خليه قال عمر حط سمك ناعم يضرب كتير وكبير هونيك يعني يضرب سمك كبير ويضرب كتير السمك الناعم هلا حاولوا تنضرب علف شباب تنضرب بسكويت ابو كيلو بخمس ليرات تفضل ابو محمود تفضل تنضرب اخوي تنضرب فال علف كلا ابو محمود ما خلانا نروح نشتري لنا هيك شيء موالح شغله طيبه جبنا بسكويت نعمه رب العالمين اخواني يا اطيب بسكويت وهذا عم نمزح حاولوا شباب حاولوا هاي ابو محمود هاي سابع مره يفطر اليوم ابو محمود شباب طيب البسكويت ابو محمود ولا مو ينتكل لا طيب اليوم الزباله كبوها على الارض شباب القانون مو يطبق غير علينا ايه يا القانون ما تطبقوه غير على ابو محمود يعني طول تغور توش العالم تاكل بالملايين مو تبين نحن ناكل ليرة تبين سويتها قضية شرق الاوسط ابو محمود ايش صار بالنايلون الو كل بيدك كوات افتح هاي كل عمي ابو محمود كل انجخ مو انجخ تكفينا وحدة كل واحد لكن هاي يكفي شباب طلعوا ابو محمود قال يكفي هلا اذا ما ضربه وبعد ربع ساعه قال والله جعنا
سلال وكيف تاني ايش صار؟ ايش سلال و طلعوا الشباب، الشباب صادوا السمكة، تعالوا نشوف ايش صادوا. جبنا لهم الخطاف، كنا قاعدين عند النار نتدفى عند الشباب. خالو ابو محمود بالاي كاتب بقر بكشي نازل تاخذ كبشه ده نازل كبشه نازل حبيبي ناول خبدني 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 علي يا محمود خبدني ما فيك غش لي تصدفوا شغله ما لي بقول لي ما فيك سبيجي نبا يا رشا شي يا رشا خبدني تخسي ها ناول انا مسن نعم شباب هاي السمكة فكرناها كبيرة جبنا الخطاف هاي حجمها شفت هاي كده والله ما بدي هاي الحجم بده خطاف هذا لا بلا خطاف شلون تطلع السمكة هونيك أبو محمود ما تجيب له الخطاف انه فاضي عم يسحب يا او هالدرب كله شباب الخالت يا ابو يلمعوا يا الله دربك يا خالو دربك يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كيف شاني قميره كيف شباب هاي الحجم ما شاء الله اللهم صلي على النبي ما شاء الله هاي الخالصة هذا شباب دستي تصاغب خالو تيكب الخال يا رب يا سيدي وصلها للقامش لي شباب ما شاء الله المحارب ابو محمود نعس شباب ما في كلام وهم ما في صيد وتنبقى ناقصين نوم يعني شباب حولوا على الخيمة الله صار وقت النوم عم ابو محمود تدخل ينام شباب انا تاخذ لي نص ساعة ساعة زمان عند السنارات اذا صار نقر صار ما صار نقر بدي الحقه لعمي ابو محمود الساعة ما زبط مع جوات الخيمة هذا الحيف سماكه 191 سنتيمتر شباب عندي انا الحيف هذا بتغطى فيه هاي بحطها تحتي هالبطانية عم ابو محمود يحطها فوق وتحته شباب وبيتغطى بهذا الحيف كمان الله وكيل كان جوات الخيمة يصير ساونا شباب تصبح على خير ابو محمود ابو محمود اذا صحنا هيك صوتي معناتها لحقنا فزعة ست سمك تكارب 17 كيلو شباب الغراض ما تركنا ولا شيء برا شفت عينكن رطوبة لأنه في رطوبة قام شوية هواء كيف كيف أبو محمود شباب تيضربها هلا نومي روح أخوي هلا معك مالك علاقة فيني أبو محمود أنا تسهر أخوي يدخل أبو محمود ضو مشغل لا تعبينا حشرات شباب شوفوا قول في حشرات في البرد أبو محمود الدنيا غيم شباب لا تستبعدوا بأي لحظة زي ناكل لنا مطرة ايه والله الهريبة مو نص ثلاث ارباع المرجلة صارت ابو محمود والله في حشرات شباب ابو محمود طفي دو انا بخاطرك خيو تصبح على خير كمل انت عيف ضبك مالك علاقة هذا ابو محمود شباب تضرب نومي والله كلامه اطيب من جوات الخيمة ايش رايك اجي انزل عندك؟ والله كل
اخوي بخاطرك تعجب لي كماكله شباب مشان اذا جاتوا بالخيمه وتنهرب لعند عمي ابو محمود. تصبحوا على خير شباب، انا كمان ودعت المونديال. تصبحوا على خير شباب، تصبحوا على خير، نلقاكم الساعة الخامسة أو السادسة صباحا لبين ما نفيق نشوف ايش يصير معنا. جبنا مي وشوية علف، بسكويت شوية بسكويت كمان شباب. ابو محمود عم بيشوف منامات هلا شباب. ابو محمود هلا يغطي الحيف والبطانية زي فوق الراس شباب، شلون يصلوا الاكسجين يدخل للانف مع بعض. هيك تنام شباب، دي يلا تصبحوا على خير، الى اللقاء. الساعة صباح كان شباب، الساعة 6 الصبح فقنا، شفت عين كان دنيا ضباب ورطوبة كتير، سناراتنا ما تزحزحوا من البارحة مع انه ما خلينا طعم وما كبينا كل شي بقى الله شباب. هدول الشباب على يسارنا عم بجددوا الطعوم، والله شباب حربية ما ناموا ابدا هني، بس اظن كم ساعة تاني رح يروحوا على البيت رح يتعبون، احنا نمنا قلنا هاي وهاي ما في صيد. عمو محمود شباب من لما دخلنا على الخيمة لهلا ما فتح عينيه، ضربها خوش نومي. بالليل اجوا سيارتين كم مرة، زي اكتر من مرة خربوا نومتنا فيقونا بقى الله شباب. اجوا وراحوا لغير محلات، يمكن راحوا يا على اليسار هيك راحوا، يا راحوا لهنيك لفوق، يا اجوا هيك رجعوا راحوا لغير محلات. تعالوا تنشوف ايش وضع السنارات وتنجدد لطعوم شباب. صباحو جايز، صباحو، والله المال وحاز لا يتعب ولا يشقى، هاي العيون الشباب طيبة. تقولوا السنارة هيك تتنقر بالغلط، ما نخر من البارحة شباب. المهم رحنا شبعنا نوم، ما علينا. والله زيت احلى زيتات زي عم زيت طعم، احلى طعم، ايش بعرفني بقى. شو الخيمة برد كان ابو محمود؟ اول شوي هيك شوي خمس دقائق شي بعد منه صار طبيعي. واو هاي تنكب على اليسار شوي ابو محمود. ما كان نصيد طير بالله هديك الطير اجت نزلت عليا شفتها مو نورز يجي مع الكفية ما كنا حظ بالسمك تنصيد نورز يكون نجي انا تنصيد نوارس هون هلا وكيلك نورز مو تراها تعوا هلا تنروح عند الخيمة تنجدد السنارات لهنيك شباب السنارة هلا جددناها قدام عينكم بلكي ما صار له خمس دقائق يعني وصلنا عند السنارات اجدد الثانيين اجى علي صوت جرس شوفت عين شيخ انا اختبيك جرس صوت الجرس اللي فيها يا ابو محمود ايه من اين قربان لي تيتاقي تهلاها من هوني يا عمار من هوني والله اذا كبيره ما مو كبيره بلكي تكون كبيره زيها هون انسب شيء يا شباب للكرمال الواحد طالعه هاي استفتاحيه ها طلعوا سبحان الله جددناها هذا بلكي ان شاء الله تصير نقل له والله كافي او مو كبيره روح كيسه ولا ضرب شوي يا شباب ترجع للمي هاي يا ابو محمود ايه ترجع لبطننا ترجع للمقلي والله شباب الحمد لله هاي استفتاحيه اليوم هلا ما صار له خمس دقائق طلعوا الكسبه شوفوا القالب ساخ ده تعوا شباب تنجدد الطعوم يا رب هاي ابو محمود صاد سمكه شباب كو عم بيسحبها تقيل تجي تقيل عم بيجي ما
ما شاء الله يمكن سمكة فيها شي 5 كيلوات. هجيب لك الخطاف ولا بلا خطاف؟ لا لا هوليك انت لا ليش؟ ملزم ملزم خطاف. انترى نتر ابو محمود نتر نتر. والله نيال ابو محمود طلع الربحان برحلة اليوم شباب ضربها نومي كان قلبه حاسس وطلع ناشفه اليوم. يلا ابو محمود لا تعطيه مجال له. شوف هاي الطعم مثل ما هو شباب من البارحة ما قال اي ولا ضرب. نغير الطعم ابو محمود ولا تعيف فشة؟ لا لا عيفة خد كبة ومو يلزم نغيره. ايه تمام حطوا هون على السيخ هلا تنسحب التانيين زين كبل مع بعض كله. اصدقائنا الغوالي كثير ناس سالونا عن هاي البكرات الخشبيه اخواني هاي بيعملوها على الطورنو شباب عرفتن علي طورنو ايش له غير اسم شيء ابو لا طورنو على الطورنو شباب شوفوا من قريب الاخوه اللي يريدوا يفصلوا مثلها تقدروا على اليد كمان تعملوا مثلها شباب بهذا الشكل هذا اول شيء بدكم تفصلوا هالشقفه هاي شباب على الطورنو تقصوها من هون بالنص تتركوا مثل فراغ فيها مشان تشكوا تحطوا غره اخواني وتشكوا هاي المسكه تبعها وهون بدكم تحطوا قفل شباب هذا القفل تشوفوه مشان بعد ما تكبوه تحطوا الخيط هيك هون ينقفل شباب اذا سحبت السمكه مشان هذا يبقى بالسيخ من هون من تحت عندكم بخل شباب شوفوا انشكوا على السيخ هلا راح افرجيكم الطريقه كب بعيد الرصاص مو كثير ثقيل يا عمي ابو محمود والله شباب هذا البخش هون شايفينه السيخ هيك بهالشكل هذا حطينا السيخ اخواني شوفوا البكرة قعدت تاخذوا فضاوة الخيط شباب هذا القفل هون تحطوا بسمار تحطوا انت ليش تحطوا شوفوا بسمار كمان يصير في دول البراغي اللف كمان اخواني قفلناه ولا تحطوا جرس كان اين جرسنا شباب شوفوا تحطوا جرسكن بهالشكل هذا ناخذ الفضاوي شوي ثاني امورنا تمام اخواني هاي هي كل هاي قبل ما كان عندنا من هالبكرات اخواني عمو محمود فصلن على ايده تقدروا على ايد كمان شوي بياخذوا وقت بس اخواني على ايدي اذا عطورنا شغلته 10 دقائق هاي كلاليب عمو محمود هذول الجري كب حطيناها اخواني طعم فشه مثل ما كنتم شايفين طبعا اخواني البكرات اللي عندي شوي اكبرني من هذول والرصاص اللي عمو محمود ركبه كمان مو كتير يعني لا يتعدى 40 او 50 جرام لو رصاص اتقل راح يروحوا ابعد اخواني يا اخي جروسة عمي ابو محمود اصلية ما شاء الله شوف اول ما تحطونا على الخيط منين اشتريت هالجروسة يا ابو محمود ما قامش لي مو شغلة اوروبانية لا شباب تعالوا نشوف الخال سحب سمكة والله رقد لها رقدة يكون شي يرضي رب العالمين مو يرقد هالرقدة الخال اخ الصبح بلش النقر شباب تعالوا نشوف ايش الوضع طلعوا المحاربين شباب كل واحد بعمر جدي نياو كوشتيب كوشتيب اهلا ما سيت اهلا ما سيت سلام سلاش الزرق سيبي ديك شيء خالو طايتك اتنا سرها في هدي هدي خالو هدي مزنا وين رافينا برافو 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 از ول تي سر ول تي دانا خم چکی کاب سکنه ها هدی ها سوپر ماشاءالله ماشاءالله
شباب والله سمك مرتب صاحب الخال ما شاء الله. اوكي بدك تيو شي بسبه بسبه خلاص كذي انا وقايده كتي ماكناي ما مش غايه ما كناش كسري ابجي اكيه سي هرتي هرتي قاعد حسام باق خالو ام سانكي اوجي ما سيتي ديلا لا لا والله لا فيكت انا شاب سيطاي كنا زيزرقم هي شوف الخال نفس الخرز اللي عندنا سحب عليها الخ شباب لا يجي شيش ما نجي مني يا تعب كلها برايي يقي ايه تجي مصدر بخال يمن اه لا شيء ما مصدر انا شيش ما نجي شكرا ما شاء الله اللهم صل على النبي شكرا جزيلا كلهم سلام كبرهم كيف شيء تي برد أبي أخاله نيت أتتشي. أخ شباب. حجمه دكيلو تنهي. شغلة كيلوين شباب أنا أتوقع وزنه ما شاء الله اللهم صل على النبي حجمه حلو. قلنا بلكي فيه سمكة شي 14 كيلو. طلع المرق بلم جماعة شبك شباب. طلعت 15 كيلو. طلع فرق. 19 كيلو تعالوا تنجددوا شباب بعرف حظنا مو هذاك الحظ يا ابو هيك حطه وراك خلاص الصيادين اليوم كلها خطايره يا شباب والله انا الشاب الوحيد اليوم على المياه وايش قصه هالخطايره يا تاركين الدنيا تاركين نسوان وجايين مو قصدي على عمو محمود طبعا الشباب كلها خطايره على اطراف المي شباب في واحد من عمري ابو محمود شباب هوني كريت كلها اصغر واحد فينا عمره 55 60 سنه ايوه والله دي تعالوا شباب ترى هناك اللقمه هلا تنجهز الفطور شكون الوضع محمود شرفنا موت هذيك الكلاب فوق الكلاليب جابوا شباب جاء الظلام يا ختيار على يمينه بمحمود كب كلاليب ووزع نفس حكايته بمحمود يزد زتاته بلا ما يفرم الكلاب يزتوه انا اقول فوق كلاليبك زتنا بمحمود ابدا فوق مستحيل بس شلون قريت ايش نطراتي بس هاي تاني واحد يكبوا بالعرض يكبوا محمود هيك يكبوا بدل ما يكبوا ايه بدل ما يكبن هيك يكبوا هيك فسحبوا يا بالله على عمره حلال عليه يكب هالزتات زي هذا ايده قوية شفتي ايده قوية بل بالعرض يكب كلاليب ما مزحزحوا ابو محمود قام شباب راح يتقاتل معه ويقول له لا تكب على كلاليبي قلت له قاعد ابو محمود طول بالك حطيته صلح بينه طلع أب محمود إذا كيف كلاب ولا نتحك بصوت عالي لو تقول عيب وتقول طلع علينا يتحك تفرج شباب يا جماعة أب محمود مثل ما واحد ضربه بسكين يا أب محمود هلا عم يغلي لا تقول له يرحم ميتينك قاعد كرمالي لا تقول له قاعد تقول له تقول تولو طبي أو تولو خور طبي قاعد لا تقول له قاعد صوتك يروح إلى عنده صوتك ها قاعد زلمة كبير ولا تكسر قلبه على عمره كويس يزت هالزتات زي يا مو كما هو تروح لعنده ايش تقول له ابو محمود؟ هذيك راح لعند كلاليب منين راح؟ هذاك زي راحتي كب فوق سناراتي ابو محمود هيك عالم تخرب الصيد مو صيد قتل بعضه ما شاء الله يا سيدي لازم مثل يلزمنا شي واحد مثل هالختيار نضيفه للجروب تبعنا ابو محمود يوم ما في صيد يصير ونسى انت هو كل يوم تتقاتلون بعض اخ ابو محمود لا حول ولا قوة
روق محمود نص ال 1500 يا اخوي. مو مشكله الزت مو زت الكلاليب بهدله. ابو محمود لا تطلع تطلع فيه ونتعق يعرف تقول تقول تطلع علينا. نقر نقر از خطاف بينم روح اديله الخطاف. طب محمود والله والله لازم نضيفه على الجروب تبعنا هذا محمود ايش تقول؟ نسميه جحدر. شباب في سنارة من السنارات سحبت. الشباب على يميننا صاحني قليل قلت له السنارة هاي هي الله أعلم. شكت مو بعلم. عم بيقول هاي يا شباب فاضية سحبتوها بس فاضية باقل ما مش لا والله شباب فاضية. عم يقول سحبت بس ما علقت ما بعرف. شباب هاي كانت السمكة اللي سحبت شفت عينكن صغيرة ما كبيرة ما بعرف. اما محمود وهون ايش رايكن نرجعها على المي؟ شباب تعال حجمها منيح تنحطها على تنحطها على المنقل تنشفيها تنرجعها على المنقل مو على المي. هذا الطعم شباب على الخرس شفت عينك هذا الطعم تبع هذول السنارات كتير بعاد علي اخواني ف ما صوت الجرس ما بيجي لعندي كل 10 دقائق عم بعمل مرقة لعنده. هاي هي سمكتنا شباب السمكة رقم 2 اليوم. شباب هاي سمكتنا السمك الصغير يرجع على المي شباب هلا بدنا نرجع على المي شوفوا اخواني رب العالمين تيرزقنا سمكة اكبر منها ان شاء الله على المي. لا نروح نحن نرجع نروح نقلب اجري تزحلة تقع بالمي. هاي بوسة يكون أب محمود يشوفني شباب كويس مو هون وي. شباب هلا بنظبط قاعدة بناكل لقمة سحبنا سمكة سمكة صغيرة شفتنا رجعناها على المي. هلا تقول عمو محمود تكبرها شوي شباب تبالغ شوي تنطلع تعاو تنشوف ردة فعله تنشوف ايش تيقول. طلعوا صار له ساعة رايح شباب مختفي ما بعرف ما عم يطلع صوت وين كان الله اعلم. طلعوا فيه شوف ايدي انكسرت اي اي هات القنانية اين رحت يا طلعوا جاب شباب ايش تنسي بالحة طب ابو محمود مو تلزمنا والله بالليل تيلزم اليوم بلكي ناكل مطرز حاطين مطر تنخيم تحت المطر شباب. شوف طلع على شده شده شغل ضياع شفاف شلت شرفرو منه شيل. ها محمود صدتوا سمك يا بلا مزح والله عينه هذوك الهونيك رجعتوها على المي؟ لا والله رجعتوها. ليش؟ صغيره كانت نفسها اللي سحبناها كانت. انت جيبها لا ها؟ انت جيبها نشويه يا والله رجعتوها مو لالو اصغر كانت والله. ويلي بقى تجاني وين رحت صار لك ساعة مختفي؟ اخر دنيا ربك ما شلت الشروفر ما قلت لك لا قاعدة تطلعها هلا تعود تنطلع ايش شاف بالاراضي محمود هات فرجي الشباب ايش ايش احلى شروفر طلعوا بقى الله فعلا جديدة شباب. عيفة هيك عيفة هيك يا ابو محمود تستعملها هاي نمسك السمك الناعم فيها اخواني هاي استعمالها ممنوع طبعا بتركيا عليها مخالفة قريب 5000 ليرة تركية ديروا بالكن تستعملوها إذا استعملتنا زي خلي حدا لا يلقطكن
عرفتن علي؟ نحن ما نستخدمها بصيد السمك شباب، نستخدمها لصيد هذولي منه نصيد فيها سمك الطعم اخواني، فراخ السمك. في ناس في تروفرو طبعا تجي هاي لها قياسات اخواني، تجي اكبر يصيدوا سمك فيها. محسن يوم تبعنا إيه هاي زيتها تعتقد محمود تبعنا زي نفس هاي كانت استعملناها كم مره صارت هي. اي ما تتفطرنا اخوي صايمين نحن، قول لي مشان تعرف. تعال تنفتح. تعالوا هلا تنجهز فطور شباب. شباب شوفوا لي هالحلاوة هاي. هلا اليوم بدنا نجرب سيستمات جديدة شباب. هذا سيستم أول مرة بحياتي أجربه. سيستم كتير فعال وشغال وبسيط جدا إخواني. شوف هاي شوي طويلة كمان ضلت ما بيأثر، تقدروا تعملوها شوي أقصر. هلا بدنا نجرب حظنا إخواني، تعالوا معي شوفوا لي هالحلاوة هاي. شباب غيرنا مكاننا أنا وعمي أبو محمود، طلعنا لفوق شغلة 100 متر. شوفوا لي السيستم الجديد، راح نجرب كم سيستم جديد هلا شباب. يا بسم الله كو اجوا عالم شباب اجت سيارة. يا بسم الله هذا السيستم اللي سحبت سمكتين عليه شباب. شباب هلا تنكب السنارات التانين كمان تنشوف ايش يصير معنا وتنجهز فطور هلا اخواني، جوعنا كثير. شباب هذا محمود عم بيلفوا سجاير هو والشاب. هذا الشاب تعرفنا عليه السنة الماضية شباب عند المي، هلا اجا قال ما تذكرتنا من سنتين تعرفنا عند المي. طلعوا ابو محمود عم بيلف له سيك. خوش علم ابو محمود. ماذا يفعل؟ لا ادري. قلنا له جمله صعبه. الشاب تركي شباب، يعرف عربي، تعلم عربي شوي. من اين تعلمت اين تعلمت العربي؟ قرأته في المدرسه. ما شاء الله لغتك جيده لا باس بها. نعم. طلعوا شباب طلعوا 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 بربكم هذا منظر يا طلعوا محمود. الشاب تيلف سيجارة، سيجارته هنيك محل القاعد نسيان الباكيت. شباب شوفوا ابو محمود تيلف له سيجارة، سيجارة تلف بلا البسقة تصير. عمو ابو محمود ماشي مو تصير مو اخواني. حافظوا على سلامتكم ولا تجربوا ذلك. عيد البسقة لو ابو محمود ما صارت. جيد جيد صار. شباب غيرنا مكاننا شباب، قاعدين هون أدنا الظهر. شوفوا جينا لهون انتقلنا شباب. شكرا شكرا شكرا. عيني أي ما تتفطرنا لخاطر الله محمود، صارت عصر يا اللي قمت عن الاسم. هلا تنصلي بعدها. تنصلي وبعدها. شباب شوفوا اشتقل أجبتوا هدية لعمي أبو محمود. شباب ايش رايك بالهدية أبو محمود؟ مو نعرف نلبسها. ايش هذا بيدك ابو محمود؟ كلاشوي. شباب هذا الكلاش كتير غالي علي، هذا جدي بالحرب العالمية الثانية اخذوا غنيمة شباب من جندي فرنسي. اهديناه لعمي ابو محمود. ايش رايكن بهالتحفة الفنية هاي شباب؟ شوفوا لي هيك يتصغر ويتكبر حسب الطلب شباب. هذا تلبسوه من النمرة 38 لل 47 يتكبر ويتصغر. هلا بعد شوي راح افرجيكم ايش وضعه شباب. شوفوا لي هل تحفه فنيه. نروح امسك غنم عن زكي، نروح جيبها تنعمل مندي يا ابو محمود عشان نحلبن. نروح راح تجيب لنا حليب ابو محمود. شباب شباب شوفوا لي هالقاعده الحلوه، رحلتنا هلا بلشت. هلا زبطنا القاعده، البارحه جينا بالليل كان رطوبه. تعالوا نشوف الشيف ابو محمود ايش تعملنا اليوم.